يستشفى فينا المصارف. خليهم يا اخي، لهم النصر ولهم الله. الإمام أحمد كان في بغداد وكان يرد على بعض المسلمين، كان في نصارى واليهود، لأجل إيش؟ حفظا للدين، بارك الله فيك. فنحن نتحد على القرآن والسنة، أما نتحد لأجل الدعوة في البارك هذا لا نفعل هذا. أنا لا أقصد يعني إذا كان في خلاف ولا شيء، يكون بينكم في مكان خاص تتناقشون فيه. نحن فعلنا كثير من المرات، لكن كل مكان عام يأثر على الناس. صحيح، لكن أنا فعلت كثير من المرات، لكن هم خرجوا علانية وطعنوا، فلنا الحق أن نخرج علانية ونبين. بارك الله فيكم. آمين آمين آمين. بارك الله فيكم. شو معنات شو تسوين ولا أنصر؟ شو معنات سروري؟ سروري. سروري ما أتبع محمد سرور زين العابدين. هذا محمد سرور من الشام، أتى إلى السعودية وتلاعب كان يتلاعب كأنه على من السلفي، لكن هو من الإخوان، هو اشتق عن الإخوان. كما أقول الإخوانية بلباس سلفي. هم في عقيدة بأسماء والصفات على السلف، نعم، لكن يدعون إلى الخروج والثورات والأشياء، وهم كثير الآن، وكثير من المسلمين يختر بهم. بارك الله فيك. فنحن عندما نقول لا يجوز الثورات في البلاد المسلمية، لماذا؟ تعظيما لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وحبا لدين الله جل وعلا. أما بعد قلت أنتم تولون الحكام الظلمة، أعوذ بالله من ذلك. يقول الله لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم الله. كيف؟ وهؤلاء نفس الناس يقول لك أنتم ترجعون إلى تولون الحكام الظلمة، يهرب من الكويت أو السعودية ويأتي إلى بريطانيا. بريطانيا تحكم الشريعة ولا إيش؟ بارك الله فيك. يقول واحد يقول دخلت إلى بلد آمنة، آمنة ما شاء الله، والسعودية إيش؟ قتلوا بعضهم بعض. السعودية آمنة أحسن من هنا. نعم، لكن هؤلاء حل السروريون الإخوان. يعني يظهر أنه سلفي ولكن هو داخل، هو إخواني، طريقة إخوانية مناش إخواني. نعم، يتلاعب، يطعف العلماء السلفيين. مثل هذا اللي طلع قبل كذا. من هو؟ في واحد نشر فيديو. مثل هذا، نعم، هذا نشر فيديو ينصح الأمير محمد سلمان والملك سلمان حفظهم الله وفقهم الله لمن يحبه ويرضاه. قالوا إيش؟ قال أنا في السعودية، ثم تراجع، ثم قال أنا خرج هربت. هذا فيلم، هذا فيلم هندي. يا فيلم هندي هذا والله. فيلم هندي. إحنا ننصح. الشيخ صالح فوزان ينصح شعب السعودية كيف النصيحة على طريقة السلف بغير تهييج. بارك الله فيك، فهمت؟ فالحمد لله نحن ننصح، والحاكم ليس شرط أن يكون معصوم. إمام أبو جعفر المنصور من العظماء الخلفاء ماذا فعل؟ استجب الإمام مالك. ليس معناته بأنه ظالم، أحيانا الحاكم يفعل أشياء ربما يقول ويخطأ، فهمت؟ ليس معناته الحاكم العادل ما يخطأ ولا، فهمت؟ وليس معناته بأنه لا أخطأ خلاص نلغي كل، فهمت؟ إذا كان الحاكم على نجس السلف الأمة، فهمت؟ بعد يقول على السلف الأمة وفي الرقص. الإمام البيهقي ذكر رحمه الله قال كان الخلفاء كلهم على منهج سلف الأمة حتى وقت المأمون. ليس معنى كل الخلفاء كانوا مستقيمين ما يفعلوا لا يشربوا الخمر ولا الرقص ولا شيء، لكن المنهج العقيدة على السلف، لكن لا أخطأ. هذه في المعاصي، هذه لا تخرج على منهج السلفي. بارك الله فيك. لكن أنا الذي أرى والله هو أدين الله به، أرى في حرب على الدول الإسلامية والأعداء الإسلام يستغلون العرب والمسلمين ليدمروا خاصة حرب على دول الخليج. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا. أنا شخصيا ما أسمع من قبل ولا ما سمعت خليجي مات في البحر لأنه يهرب من الخليج، ما هي الحمد لله. لكن بدأنا نسمع، فهمت؟ لماذا؟ لأن فيها الحمد لله الأمن والأمان، والحكام يحبون شعبهم والشعب يحب الحكام. لكن ليس معناته الحكام هذو معصومين، ليس أخطأ، لهم أخطاء، ونحن نتبرأ من هذه المعاصي الأشياء، لكن كيف ندعوهم وكيف ننصحهم بالطريقة السنية؟ طيب ما موقفنا تجاه الخوارج؟ الخوارج يا علماء نجد السلف نرد عليهم ونفضحهم، والإنسان يكون مع ولي أمره، إذا أخطأ ينصحه وإذا أصاب يمدحه، لكن لا يجوز مدح الحكام على كما أقول لك مطلق. العلماء ذكروا هذا من النفاق. الله بارك الله فيك، فهمت؟ لكن إذا الحاكم فعل شيء لتقوية الإسلام والمسلمين امدحه. بارك الله فيك. لا أنا أقصد ما شو يسوي للخوارج. الخوارج نبي نقتلهم، لكن ليس لك ولي، هذه للحاكم. إذا 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 فيه دليل أنهم خوارج فلا تقتلهم. هذه الحكام، يا الحكام الذين يفسدون في الأرض. يعني نبلغ عليهم إذا اكتشفنا شيء. تنصحهم شيخ بن باز رحمه الله إن صح أولا
ثم إذا ما سمع بلغ عنه. لأن ربما له شبهات فتنصحه، ثم إذا ما سمع قل ما تسمع. حتى أصحاب المخدرات الأشياء تنصحه واتق الله وتوقع على هذا المنهج. منهج الخوارج، أنا أقول الخوارج لا يحبون أن يرى بلاد المسلمين فيها الأمن والإيمان، يريدون أن يرى بلاد المسلمين يقتلون بعضهم بعضا. والله الذي لا إله غيره. رأيت هو يعيش في بريطانيا ويقول اخرجوا، وانت ليش قاعد في بريطانيا؟ اخرج انت يا اخي. بريطانيا بعد كي دمروا بلادهم وين يهربوا؟ ياتوا الى الغرب. طيب نعم تريد الاصلاح، احنا ما نقولوا ما تصلح اصلح، لكن على الطريقه السنيه. بارك الله فيك، تعال اصلاح على الطريقه السنيه، تنصح تبين، لكن لا تطعن في بلدك وتاتي بالتمريرات لي تفتح الباب لاعداء الاسلام يتدخلوا في امور داخليه. فهمت؟ بارك الله فيك. فالخوارج هنا يدفعون الجزية عند الكفار. هذا الرجل هنا. والله حقاً الله سبحانه وتعالى يقولون لا بد تدعي الله أن لا يجعل خدمة هذا الرجل. إنسان كبير ويستهزئ به الأطفال، هذا يسب، هذا عايش بريطانيا يدفع التاكس ضرائب ويتعب في بلاد الإسلامية وهمها الخليج. هو مصري، أنا ليش بتكلم عن مصري؟ خليج خليج خليج. فالشاهد بارك الله فيك، هذا الرجل ماذا يريد من الخليج؟ الكفار الآن يذهبون إلى دبي والسعودية وقطر يمدحونهم. الحمد لله نحن، فإذا رأينا معاصي أشياء نبغضها. طيب، وإذا كنت من أهل العلم وطلبة العلم وتعرف تنصح الحاكم فانصحه بطريقة سلمية. بارك الله فيك. الدعاء نعم، الإمام مالك ذكر هذا، الإمام أحمد، تدعو للحاكم أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويهديه. طيب، أن يهديه الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه. بيطلع صحيح. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا لابد. نعم، فمثال ذلك يقول لك عن علماؤنا أنهم علماء السلاطين، لكن هؤلاء نفس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى علماء السلاطين. الشيخ بن باز تكلم عن الربا علانية ونصح الحكام، الربا لا يجوز، لكن هؤلاء القوم إيش عايشين هنا؟ خوارج يعيشون هنا، يأخذون المال من الدولة الكافرة ثم يطعن في علماء السنة. السلام محمد، فضحهم الله، والله فضحهم الله. لكن كيف يأخذون في قناة ينشرون المعاصي؟ هي لا يجوز نشر أخطاء الحاكم. نعم ترد على المعصية، إذا الآن الحاكم قال يجوز هو يأتي بالخمر إلى الدولة الإسلامية، والخمر حرام وابتعدوا عن الخمر، لكن لا تركز على الحاكم، ليس تبريرا لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني هل هو مدخلي؟ إمام أحمد بن حنبل الشيباني في وقته من كان المأمون كان يدعو إلى خلق القرآن، وهذا كفر من الطامة الخوارج الجهلة. يقول لك هذوك الحكام كانوا يحكمون الشريعة، هل الدعوة إلى خلق القرآن من الشريعة الإسلام؟ هذا كفر. ماذا فعل إمام أحمد؟ رد على عقيدة المعتزلة الذي كان يعتقد المأمون والواثق، لكن لم يتكلم في الحاكم ودعا له. فعندهم أحمد بن حنبل مدخلي الآن الحمد لله. فماذا سبحان الله. فالشاهد كذلك عندما أتوا إليه قال نخرج، قال لا تخرج، اتقوا الله في دماء المسلمين. عبد الرحمن بن الأشعث عندما خرج على ولي العراق أو العراقين نعم الحجاج يوسف الثقفي، عندما خرج ماذا فعل؟ فتنة وقعت، الذين خرجوا معه من العلماء ندموا، قالوا لو سمعنا إلى نصيحة حسن البصري. قال لا تخرجوا، ليس تبريرا. بعض الناس يقول أنت تبرر، فإذا كنت أنا أبرر فلا بد أن تتهم الإمام أحمد أنه كان يبرر لظلم الواثق، ولا بد أن تتهم الحسن البصري الذي تربى في بيت نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يبرر. أنت تعيش في الغرب ترى الحرام ولا تتكلم، تتكلم مع تشوفها كما والله. في الآخر أيت في التويتر من السعودية عن هذا الذي قال هارب من السعودية، قال ما شاء الله أتيت إلى البلاد فيها أهل الشذوذ والحرام وأمن وإيمانة شريعة ما شاء الله. الله أكبر، منافقون أخي هؤلاء، خوان المسلمين أخي، والله طامة خوان المسلمين، همها الكرسي، يدمر بلاد الإسلامية ما دام الكرسي عنده هو، ما عنده هم. هؤلاء الذين معارضة ماذا يريد هو؟ هو همها الكرسي، لكن يستعمل جهلة من المسلمين ليدمروا بلدانهم، ثم يأتي هو يقول أنا هو الحاكم. بارك الله فيكم. فنحن والله لا نريد الفتنة في بلاد المسلمين، وندعو الله أن يوفق أمور المسلمين وأن يولي علينا خيارنا وأن يبعد عنا شرارنا. بارك الله فيكم. هذه الدعوة السلفية الحمد لله، دعوة أمن وإيمان الحمد لله. إذا كان فيها حرام لا نرضى به ونتبرأ، فعله الحاكم أو غير الحاكم. بارك الله فيكم.
اقرا بن باز الباني بن عثيمين رحمه الله ائمه الدين. الان ياتيك بخيط ابيض يقول لك امام الدين. دروس بن عثيمين رحمه الله. شوف العلم الله اكبر. لكن طامه نحن والله. ليش طامه؟ الان تركنا العلماء الربانيين شيخ صالح الفوزان حفظه الله، المفتي شيخ صالح الشيخ، الشيخ ربيع، ندب الى من؟ ندب الى يوتيوبرز. ها والله يوتيوب يعطيك فتوى. هذا يوتيوب يا اخي. انا اريد اصلاح الدول. انت اصلح دارك اولا. اصلح الدول انت دارك مرسى. والله يصلح الدوله. بارك الله فيكم. الان انا سمعت والله اعلم في ربما جزائريين هنا يصحون بان الان امريكا تريد ايش؟ تريد تفعل سانكشن على الجزائر، تدخل في امور. امريكا اكبر طاغوت. ما امريكا اخي، امريكا كانت تدافع عن اخوان المسلمين في مصر. امريكا كانت تدافع عن الثوره في البحرين. لكن حفظ الله السعوديه ساعد اهل البحرين لكي ان الشيعه ارادت ان تدخل البحرين ويستعمروا في البحرين. فهمت؟ مثلا كثير من المسلمين يقول لك يمن يمن، لكن كثير من المسلمين ما عنده مشكله. السلام عليكم بلال. ما كان عنده مشكله عندما كان اهل السنه يقتلون من الفرس من ايران والحوثي، ما كان عنده مشكله. لكن عندما المسلمين اهل السنه طلبوا المساعده من السعوديه، الان السعوديه تقتل المسلمين. ها يا كذاب. وعندما اهل السنه يقتلون في اليمن ما كان في قتل. والله بعض المسلمين انا قلتها وهذه لله، حتى السعوديه لو حررت فلسطين يقول لك لا هذو يهود انساهم. هم يطعن في السعوديه والله يا بغداد. لان ايش يقول لك؟ الدوله العثمانيه، الدوله العثمانيه كان فيها الشرك يا اخي. نعم حق. في التوحيد والسنه، هل معناته ما في معاصي؟ في معاصي. هل يجوز؟ حرام. ونسال الله ان يوفق حكام المسلمين ان يبتعدوا عن الاشياء. لكن الخارجي ماذا يريد؟ لا شمسي ما تقول هكذا. اريدك ان تدمر بيتك وبيت اجدادك وتاتي الى اوروبا. بارك الله فيكم. الله يهديهم. الله تدر. انت من اي قناه؟ جزيره؟ قناه فلاح ندير. انت تاريخ يونيفرستي وبارح هذيك ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يعزك. شمسي تفضل حبيبي. وايدي يكرهونك يا اخي. ها يكرهونك هادو يكرهوني لان بعض الناس يقول لي الحمد لله ادعو الى طريقه السلف الصالح. الحمد لله على من سلف الامه. الحمد لله هذا احنا في التوحيد والسنه. بارك الله فيك. الحمد لله. في شخص قال ثم تذكروا كان في شخص اتى هنا قال لي انا اعمل مع مخابرة السعودية. طيب فقلت له قال الاسبوع الماضي اتي بالادله. شهرين ما اتى بالادله. انا موجود هنا كل اسبوع اتي. اين الدليل؟ أين الدليل؟ كذابون. بارك الله فيك. وهذه طريقة من؟ طريقة الخوارج. الخوارج عندما طريقة الرافضة عندما أرادوا أن يطعنوا في عثمان بن عفان ماذا قالوا؟ أصلا يهودي. عجيب. الآن الإخوان عندما أتوا ب إيش اسمه السيسي قالوا ابن صالح يقرأ القرآن. عندما السيسي دار على إيش اسمه مرسي حرر فلسطين طاهران. لا بس عندما ضع على مرسي مصيبة الله رحمه قالوا هذا يهودي ابن يهودية. هذا كان قارئ القرآن مسلم اصبح يهودي. فالخوارج ان نحن المسلمين يعرفوا بان عندنا حساسية مع اليهود، فكيف تأتي بالشبهة ضد الرجل تقول يهودي؟ فعوام الناس يهربون منه. يهودي قال لك محمد سلمان يا أمة يهودية كذلك. اتق الله. انت تريد الشريعة انت والله حق. هذا يقول لك يريد الشريعة هذا ويطعن في اعراض الناس. كل شخص يوافقه يقول له انت امك زانيه. هذا لو طبقنا الشريعه تطبق عليه اولا. يقول هذا يقول ليش طياره اسرائيليه تمر فوق اجواء السعوديه؟ قول له ليش انت قاعد في بريطانيا؟ بريطانيا تدمر. ما في اسرائيل اصلا، في فلسطين ودوله محتله. ما في اسرائيل. اسرائيل النبي عليه الصلاه والسلام. قل لماذا انت هنا في بلد تدعم الصهاينه؟ هو هنا ياخذ المال من عندهم. ياخذ المال من عندهم يجوز. خارجي خبيث. خارجي يجوز اخذ المال من الكفار والجلوس، لكن اذا اخذت المال من الدول الاسلاميه انت ايش؟ كافر. اخوان المسلمين نسال الله السلامه والعافيه. لكن رحم الله الشيخ ربيع وحفظه الله، هو اول من فضحهم. الشيخ ربيع بن هادي مدخلي والشيخ محمد امان الجامي اول من فضحهم، والشيخ حمود التويجري كذلك رحمه الله فضح الاخوان. وكثير من الناس ظنوا فيهم الخير. لكن اخي اخوان المسلمين همهم اخي تدمير المسلمين يا اخي. في الجزائر اخوان المسلمين في التسعينات كانوا يمدحون ايران فرس. احنا عندنا مشاكل مع الفرس، العلماء من الفرس، لكن الان المجوس لكي اكون دقيقا المجوس. طيب الله المستعان. السلطه ها؟ السلطه. اي نعم هذه معروفه اخوان المسلمين مع السلطه.
هو عجل الكرسي يهلكك، ما عندنا مشكله. فنحن ايش نقول؟ لابد اذا لا دولة سلطة لا يحزنون صحيح السلطة ولا مال والله العظيم بارك الله فيك. كما يقول لك ما شيء يسعى ودا تسعى، هذا بالجزء يقول لك أراد أن يصلح شيء دمر أشياء. والله هذا حالهم، هذا حالهم. يقول لك المعارض فين عايش في بريطانيا؟ إمام أحمد كان معارض، إمام أحمد كان ضد الحاكم في العقيدة، لكن ما أتى إلى البيزنطيين، جلس وصبر ونصح. الحمد لله هي بلدك يا أخي بارك الله فيك. أعداء الإسلام يحاسبون على أي شيء ليتدخلوا في الدولة الإسلامية ولا يتكلمون عن الجبهة. أبدا بارك الله فيك أبدا. الآن في السعودية بنت مستشفى في فلسطين، عفوا في الأردن، خاص بالفلسطينيين. ما تسمع عنه، ما تسمع. لجي ذلك ذكرت هذا من قبل، الإخوة السعوديين لابد يكونوا على تويتر إنستغرام وينشروا ما تفعل السعودية. السعودية دفعت الكثير من المال، ساعد اليمن وتساعد سوريا وتساعد تساعد تركيا. ما يذكروا هذه الأشياء، ما يذكروا. السعودية امرأة ترقص في الطريق في كل مكان. مش السعودية جنة يا أخي؟ في امرأة ترقص، هذا حرام. إيش معناتها؟ خلاص الدولة خلاص أصبحت كافرة. والله أنا عرفت. لذلك أنا الحمد لله أنا أعرف بأن بعض الناس يبغضهم أن يروا دولة عربية قوية، والله يبغضهم، لا يحبون هذا الشيء. آمن وأبدا. خوارج ما يحبون، الرافضة والخوارج يحبون هذا الشيء. الإمام ما وليد السستاني، ها؟ أنا كذا وليد السستاني. بارك الله فيك. السبعاني هذا الخبيث هذا ما يعرف أحد، ما يعرف لا شكله ولا صوته ولا. والله الحمد لله. فنحن نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى. والله هي في ظلم، في ظلم بعد المسلمين، بعد المسلمين. كان معصومي بارك الله فيك. بارك الله فيك. كيف نتعامل؟ أنا شخصياً أطلب بعض الأحيان أهلي الله يغفر لي. لو ما كان ولي أمر كان فايدة عندي، كان في أسلي بعد، كان في شرق. الله فيك أخي، سبحان الله. المشكلة يا أخي تعرف إيش المشكلة؟ يقول لك هذا ولي الأمر له مشاكل وله معاصي. طيب أنت لا تبي ولي الأمر، أنت تكون معصوم؟ أنت أنك عندك معاصي، طيب عندك أخطاء، فلماذا حال عليك حرام عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان سر. نعم صحيح، العلانية والتشهير على الإنترنت. بعض الناس أخي يشهر والمعصية غير معروفة، يأتي يشهر بها العالم كله. هذا دين تجارة. معروف أخوان، معروف أخوان المسلمين عندهم دين تجارة أخي، معروف بالأشياء. يأتي إلى بريطانيا، يأتي إلى أمريكا، والله يقول ولا تكلموا من الذين ظلموا فتمسكم النار. لا يجوز، ولا يجوز لا مو هذا يجوز. نسأل الله السلامة والعافية. نحن ما عندنا أي مشكلة مع شخص يريد الخير لبلده، ينصح لكن بطريقة سمية، ليس الطريقة السبائية. عبد الله بن سبع، تشويش والتشهير والفتنة. بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام نصحنا كيف نتعامل مع الحاكم الظالم، كيف نتعامل. الرسول نصحنا. أخي ابن تيمية قال رحمه الله تعالى، قال نقرت التاريخ نقرأ، ما خرجت فرقة على حاكمها إلا أفسدت أكثر من أفسد الحاكم. والله ليبيا أخي خرجوا ماذا؟ أتوا بعمل خطة؟ بارك الله. العربي كله راح، الربيع الصهيوني هذا والتخريب العربي هذا، خربوا بلدانه بأيديهم. والله أخي نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن سبع، تدمير والأشياء. نعم في فقر، بعد ناس يقول لك شمسي أنت تقول هذا أنك في الجزائر في سلافين. يا برادر it's better off for you to speak to the tree than speak to him. والله الذي لا إله غيره. Brother, والله ما رأيت شخص يدخل نصرانية. شاهد بارك الله فيكم. الشخص لابد الإنسان أن يستعمل الحكمة ويتبع القرآن والسنة. هذا هدف إن شاء الله. أقول سلامة إذا جاهلون، أقول سلامة يا الحمد لله.